بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامج فاستقم كما أمر. كتب السيرة النبوية تزخر بكثير من الوقفات فيما دار مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، لكن كتب السيرة تركز في الغالب على المغازي، على الحروب، على الرحلات، على ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم من مواجهة للآخرين. حديثنا اليوم بإذن الله مع أصحاب الفضيل المشايخ سيكون حول نوع آخر من السيرة، نوع خاص إن جاز لنا أن نسميه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. ومعنا الشيخ محمد حسن الإبراهيم، يا مرحبا شيخ محمد، والشيخ شقر الشهواني، حياك الله شيخ، الله يحييك، والدكتور عبد المجيد، حياكم الله شيخ، بارك الله فيكم، الله يحييكم، ومرحبا بكم مرة ثانية كما قلنا أصحاب الفضيل المشايخ. لو أردنا أن نتحدث عن بيت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، بيت الذي عاش فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته وبناته، شيخ خالد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللي ذكرت في بداية الحلقة أن كثير من الناس في السير تتكلم دائما عن الرسول صلى الله عليه وسلم خارج بيته صلى الله عليه، وقليل من الكتب التي تتكلم عن داخل البيت. كنت أقرأ في كتاب اسمه اللغات الخمسة للحب، أحد هذه اللغات، هاي دراسة صارت، أحد لغات الحب قال الخدمة، اللغة بالخدمة. يعني أنت لما تدش بيتك وتخدم هلك أفضل مليون مرة من تقول لها أحبك، أموت فيك، أنت حبيبتي، أنت قلبي، وبعدين تقعد يبي لي شاي، يبي لي قهوة، وين ثوبي، ما كويتو، ما سويتو، جهزوا الغداء. عرفت شلون؟ يقول لك عليه الصلاة والسلام كما تقول أم المؤمنين عائشة، إذا دخل بيته كان في خدمة أهله على طول، يدخل ها وينهم قاعدين، يقعد وياهم، يغسلون يغسل وياهم، زين، ويعملون يعمل معهم، يخصف نعله ويخيط ثوبه، ما يطلب منهم، قاعد بس يتأمر، تعالوا سووا ودولي يبولي. فكانت هذه اللغة جميلة عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان محبوبا من كل الناس. ليش؟ لأنه كان يخدم، يسمونه الخدوم، خدوم كان، عرفت شلون؟ والإنسان الخدوم دائما محبوب في كل مجتمع، صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. يا حبيب مجيد، أنا بالنسبة لي أتوقف عند محطات عظيمة جدا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم في بيته، عليه الصلاة والسلام. أول محطة عندما تسمع عائشة رضي الله عنها، وهي التي زوجها الله من فوق سابع سماء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، كيف تم الزواج؟ جاء الملك بصورتها في سرقة من حرير، يعني في قطعة من حرير، صحيح. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. هذه الشابة التي اختارها الله ليتزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم تحكي عن أعظم نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من؟ خديجة رضي الله عنها. يعني يفترض أنها يكون عندها غيرة لا تحكي عن هذا، لكنها بالعكس تحكي بما يدل على الثناء العظيم على خديجة. ماذا قالت عن خديجة؟ بيّنت كيف استطاعت خديجة أن تستوعب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أول لحظات الوحي، وهي لحظة هائلة جدا تتوقف عليها مستقبل البشرية. فتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى بيته يرجف بالآيات الخمس من سورة العلق فؤاده، وأن خديجة رضي الله تعالى عنها قالت له، هذا الذي يحكي من؟ عائشة رضي الله عنها، كما في صحيح البخاري في الحديث الثالث، تحكي عن من؟ عن خديجة رضي الله عنها، طبعا بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هي ما أدركت خديجة. فجاء يرجف فؤاده، ماذا قالت هذه الزوجة العظيمة لتستوعب النبي صلى الله عليه وسلم؟ تمتص جميع ما يمكن أن يخطر في باله مما قد يوهن عزمه أو يغير إحساسه. كلا والله لا يخزيك الله، هذه عبارات يفترض أنها تكتب في جميع بيوت الاستشارات الأسرية. كلا والله لا يخزيك الله أبدا. أنا الآن أتعجب كيف ألهمت مثل هذه العبارات، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. بس كلمة كلا والله لا يخزيك الله أبدا، مرة من المرات كنت مع شيخنا الشيخ أحمد الإمام رحمه الله تعالى، وأنا مهموم في موضوع من المواضيع، وهو كان مشرفي في الماجستير والدكتوراه،
فنظر إلي وقال لي أنت مهموم؟ قلت له نعم. قال كلا والله، وبعدين هو صاحب صوت فخم جميل، كلا والله لا يخزيك الله أبدا. أنا التفت، ما عرفت عظمة العبارة التي قالتها خديجة إلا لما سمعتها الآن. سبحان الله. والإنسان شيخ يحتاج دائما إلى الكلمة الطيبة، ويحتاج إلى يعني من يعينه ويثبته، وكذلك قالت لنا خديجة. لكن أحب أرجع على المقدمة اللي قدم فيها الشيخ أحمد في مسألة أن كتب السيرة تتناول غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. أحب الإشارة إلى أن كتب السيرة بالعموم ثلاثة تعتبر: كتب تتكلم عن حياته صلى الله عليه وسلم، عن مولده، عن نشأته، عن هجرته، عن غزوته، عن ذهابه، عن إيابه، عن دخوله وخروجه. وكتب تتناول أحاديثه صلى الله عليه وسلم، كصحيح البخاري، كصحيح مسلم، كتب الأحكام. وهناك كتب تتكلم عن فضائله صلى الله عليه وسلم، كتاب الشفا مثلا وقس عليها. فكل كتب تدور حول هذه الثلاث أمور: إما أنها تتكلم عن حياته أو عن أقواله وأفعاله وعبادته ويأخذ من الأحكام، أو تتكلم في فضائله صلى الله عليه وسلم، ولا يغني أحدها عن الآخر. فجانب السيرة هو جانب قصصي، جانب حياتي، جانب عملي لدعوة صلى الله عليه وسلم. وكتب الفضائل جميلة، تعلقك بالنبي صلى الله عليه وسلم، تعرف فضله، تعرف بذله، تعرف ما قدم، كيف اشتباه الله عز وجل واختاره، ما من الله عز وجل به وأكرمه به. والجانب الثالث هي أقواله وأحكامه، وقد أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، وكان يقول الكلمة فيفهمها الصغير والكبير، وتؤخذ منها الأحكام، فكان يستفيد منها معاذ وهو الذي يتقدم على العلماء ركوة، ويستفيد منها الأعرابي الذي ربما يسمع الحديث ويعود إلى باديته وراحلته. نعم. فجميل أن نعيش مع كتب النبي صلى الله عليه وسلم أو سيرته بهذه الثلاث. صحيح. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام حياته كانت إما في داخل بيته وإما خارج بيته. فلو تخيلنا بيت يومه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، من 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 أول النهار إلى آخر الليل، كيف كان برنامجه، إنجاز التعبير نسميه البرنامج اليومي، شيخ عبد السلام؟ لو بدأ النبي صلى الله عليه وسلم عادة يبدأ يومه من آخر الليل، يعني من السحر، حيث يقوم صلى الله عليه وسلم للصلاة. عندما يقوم للصلاة لا ينسى نساءه، ويقول أيقظوا صواحب الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. صاحب الحجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده قصور، عبارة عن حجرات هي بيوته لنسائه صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه ما يرهقهن أو يملهن فيجعل نفس صلاتهن نفس كصلاته، بل كان يصلي. وعائشة تحكي هذا، وعائشة مادة رجلها بينه وبين قبلته صلى الله عليه وآله وسلم لضيق الحجرة، فإذا ركع غمز يدها فرفعت رجلها من أجل إذا سجد من أجل أن يضع جبهته على الأرض، فإذا ارتفع مدت رجلها من جديد. يا هذا اللطف، هي نائمة وهو يصلي، ثم بعد قليل يبدأ يوقظها صلى الله عليه وآله وسلم كما يوقظ بقية صاحب الحجر، يخرج للصلاة في المسجد. فإذا صلى الفجر جلس مع أصحابه وهم يعظهم وينظر ماذا رأوا من منامات، ثم يجعلهم يتمازحون حتى يضحك بعضهم لبعض، بعد ذلك يرجع إلى بيته صلى الله عليه وآله وسلم. لعلكم تكملون. نعم شيخ محمد تفضل. بيت النبي يعني في آيات تكلمت عن بيت النبي صلى الله عليه وسلم ووضع الصحابة فيه، لأن الله سبحانه وتعالى قال يعني فإذا طعمتم فانتشروا إن ذلكم كان يؤذي النبي يستحيي منكم والله لا يستحيي الحق. يعني كان الصحابة لشدة حبهم له صلى الله عليه وسلم واستئناسهم به كانوا حريصين على البقاء أطول مدة ممكنة، ويمكثون في بيته. فالله سبحانه وتعالى يعني ورسوله صلى الله عليه وسلم يستحيي أن يطردهم أو أن يقوم وينصرف عنهم، فالله سبحانه وتعالى أنزل آية تنظم تواجد الصحابة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم شدة حبهم له. وكان كثير من الصحابة يعني ما أحد يعني يجرؤ أن يدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا إلا المقربين، حتى أن بعضهم يقولون ما كنا نعد ابن مسعود وأمه إلا من آل البيت كثرة ما كنا نراهم في بيته. بل ضايق عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخول بعض المنافقين على أمهات المؤمنين، قال يدخل عليهن البر والفاجر. فأنزل الله عز وجل آية الحجاب الذي خص لأمهات المؤمنين أن يكون بينهم وبين الناس حجاب. وفي جانب اجتماعي جميل حدث في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن هو أقرب للحياة الواقعية العملية التي نعيشها في موضوع غيرة النساء.
حيث أرسلت إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين طبقا فيه طعام، فغارت أمنا عائشة رضي الله عنها فضربت الصحن وسقط الطعام على الأرض وانكسر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غارت أمكم غارت أمكم غارت أمكم. هذه لو تصورها أي إنسان ما عمل حالة طوارئ، يعني إحنا اليوم على يعني أمور أقل من هذه، والإنسان ربما يضجر ويصرخ، وربما لو كان محد في البيت فقط هو وهي، هذا كان أمام الناس، مع ذلك صلى الله عليه وسلم يعني كان حكيما وكان قدوة كما قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الإنسان العاقل لما تحدث عنده مشكلة يحاول يصغرها قدر المستطاع، يحاول يحتويها، أما بعض الناس اليوم يعني يأخذها من باب الرجولة والشهامة، يدري أخوها ويدري أبوها ويدرون إخوانه ويدرون كيف ضجر وكيف غضب وكيف ضرب وكيف صرخ وكيف توعد، وهذا في الحقيقة يعني يصغر قدر الإنسان ولا يكبره. من أجمل المشاهد حقيقة مشاهد التواضع، لما جاء عدي بن حاتم الطائي ودخل على الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلسه عليه الصلاة والسلام فسلم، فقال عليه الصلاة والسلام من الرجل؟ قال عدي بن حاتم، قال الفار من الله ورسوله، هذا ملك الآن، ملك طي. فعليه الصلاة والسلام يقول أخذني من يدي ومضى إلى بيته. عدي يقول عدي ليش؟ لأنه يريد أن يناقشه الآن، فيه بيصير حوار شديد بينه وبين الرسول ولا يريد أن يفضحه أمام الناس أو يحرجه. أي يقول في الطريق جاء رجل فوقف له الرسول صلى الله عليه وسلم تركني وذهب إليه ومكث معه مدة من الوقت، وكان عدي يشك هل محمد نبي أم ملك، ملك هو يبي يريد يختبره، الملك ولا يريد الدعوة، إيه هل هو ملك هل هو فعلا نبي كما يدعي. فيقول هذا تصرفات مش تصرفات الملوك، يعني أنا ضيفة وأنا ملك، البروتوكول يقول لك أنك أنت ما تهدني وتذهب إلى رجل من عوام الناس. البروتوكول الملكي، إيه البروتوكول هذا، إيه زين. يقول هذا ليس فعل الملوك. يقول مكث مع الرجل والرجل يشتكي له قطع الطريق وقلة الأمن والأمان، ثم يقول مضى الرجل وأخذني، ثم جاءت امرأة عجوز فأوقفته فوقف معها تشتكي الفقر وتشتكي الفاقة وتشتكي هذا، وهو يصبرها، ثم مضى معي إلى بيته. دخلت حجرة ما فيها شيء، الأثاث الكبير أين لا هو؟ لا ما في إلا وسادة حشوها ليف. يقول فرماها إلي وقال اجلس، فقلت لا أنت اجلس عليها، فقال اجلس عليها، فأجلسه على الوسادة ثم جلس هو عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة على الأرض وأخذ يناقشه. خلاص هني تأكد عدي أن الذي أمامه ليس ملكا الآن. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا عدي ألست ركوسيا؟ هي ديانة بين اليهودية والنصرانية طائفة، وهو الوحيد من قومه الذي على هذه الديانة، طي أكثرهم نصارى، لكن هذه العقيدة كان هو فقط المتمسك بها. قال ألست ركوسيا؟ قال بلى بلى. شلون عرفت يعني من وين؟ زين. قال ألست تأخذ المرباعة من قومك؟ فقلت بلى يا رسول الله. قال أليس ذلك حراما في دينك؟ يعني هو هاي الفضيحة أنه أراد أن يناقشه صلى الله عليه في هذه النقطة. فاصل يا شيخ خالد ونواصل ما بعد المرباع. نعم نواصل إن شاء الله قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع عدي، لكن بعد الفاصل. حياكم الله مرة أخرى في برنامج فاستقم كما أمر، وما زلنا مع الشيخ خالد في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع عدي. وصلنا إلى المرباع. المرباع قال ألست تأخذ المرباع؟ قال بلى. قال ذلك لا يحل لك في دينك، الركوسية لا تحل إيش أخذ المرباع، تأخذ ربع الغنائم من قومك وأنت القائد، لا يجوز لك ذلك. فعلمت أنه نبي. عليه الصلاة. فأسلم عدي بن حاتم في ذلك الوقت في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. زين. فهذا كان من تواضعه، وأخذه معه إلى البيت إكراما له لأنه إيش
ملك طي، فلما أسلم عدي أسلم الطي جميعا بإسلامه. طبعا أخبره النبي صلى الله عليه وسلم في الحوار أنه لو بلغ به العمر، كان هي قصة طويلة نعم يعني، نعم، فإنه سيرى الإسلام وقد انتشر نعم وقد عم وكثرة المال نعم، وأن الضئينة تخرج من القادسية إلى مكة لا تخاف على نفسها إلا الله سبحانه نعم وتعالى. طيب. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هي في الحقيقة دعوة أخلاق ومعاملة أكثر من دعوة كلام. نعم. وإحنا حتى حينما نحاجج الناس ونقنعهم أو نحاورهم، إذا لم تكسب قلب المدعو لن ينفعك عقله، فأنت تحتاج إلى كسب القلوب قبل أن تحكم السيطرة على العقول. فإن الإنسان إذا أخذ موقف، وغالبا هذا يكون ربما يعني تلتفت عنك كذا تخسره، أو لا تنظر إليه، أو لا تمد يدك أو تمدها متراخي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكرم الناس وكان يعرف قدرهم. جرير بن عبد الله البجلي سيد بجيلة كان يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول حينما قدم إلى المدينة ودخل، فجلس إلى أراد أن يجلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجد مكانا إلا عند الباب فجلس. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وعلم من هو، أخذ الرداء صلى الله عليه وسلم وألقاه عليه، فقال إذا جاءكم سيد قوم فأكرموه. جرير بن عبد الله بكى فقال أكرمك الله كما أكرمتني. ترى هو موقف بسيط وربما لا يكون بالنسبة لنا مكلف، ولكن أنت تأسر الناس بمثل هذه المواقف. في بيت النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم الإنسان معاني عظيمة، ومنها موضوع الحب، مبادلة الحب وإعطاء المساحة للأهل للحديث بينك وبينهم. نعم. يعني مثلا قصة مزرع، قصة طويلة جدا، 11 امرأة جلسنا يتعاقدنا، جلسنا فتعاهدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. الحديث ورد في بعض رواياته قاله النبي صلى الله عليه وسلم، حكى القصة، وفي بعض رواياته قالته عائشة رضي الله تعالى عنها. ويجمع بينهما، بين هذين الصنفين من الروايات، بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها عن قصة 11 امرأة، وأنها أعادت ذلك على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي قصة عجيبة جدا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في آخرها: كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله عمرو بن العاص وهو يعتقد أن له حظوة ومكانة، يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ فقال أبو بكر، فقال عائشة، قال من الرجال؟ قال أبوها. الشاهد أن كلمة من أحب الناس إليك عائشة، يعني زوجته، عنا زوجته صلى الله عليه وآله وسلم. ما المانع أن يعبر الإنسان عن مشاعره وعاطفه لزوجته أو الآخرين بهذا الشكل الصريح؟ بهذا المعنى شيخ، حتى النبي صلى الله عليه وسلم من حبه لأمنا عائشة رضي الله عنها، لما قال من الرجال ما قال أبو بكر، نسبه إليها، نسب جعل المحبوب منسوبا إليها، أبوها. نعم. إيه نعم. وهذا المعنى، معنى الحب، ومعنى كان ظاهر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته كلهن ومع أمنا عائشة رضي الله عنها، وكان ينبسط ويكثر في الحديث معها، وربما أطال، بل حتى صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يمزح معها وهو في كرب وفي شدة وفي محنة، لعل من ذلك ما كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي توفي فيه، لما دخل عليه وقد الحمى أصابت ما أصابت منه صلى الله عليه وسلم. فأمنا أيضا عائشة رضي الله عنها أصيبت بحمى، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوعك أضعاف ما كان يوعك به بقية الناس، فهو قال ورأسه، فهي قالت ورأسه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ورأسه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض وهو مصاب بهذه الحمى أراد أن انبسط معها، فيقول لها صلى الله عليه وسلم، يداعبها ويمزح معها، يقول لها: كيف بك يا عائشة؟ لو مت قبلي وغسلتك ثم غسلتك وكفنتك وصليت عليك. وهنا تظهر غيرة النساء تتكرر مرة أخرى، ونرى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم معها. ماذا تقول؟ قالت: إذا رأيتك أتيت بإحدى زوجاتك إلى حجرتي ونمت بها على فراشي. صحيح. هذا الذي كان يعني هي بتموت وبيصلي عليها وقاعدة تفكر من اللي بيجي مكانها. ولذلك يعني هذه الغيرة موجودة عند كثير عند النساء، ولا سبحان الله فطرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف من سلبياتها. وفي شغلة مهمة، أن ترى العالم أو العابد أو حتى النبي مع انشغاله يبقى ترى هو إنسان يحتاج إلى جانب من المباحات وجانب من الأنس وجانب من السعة. فكان صلى الله عليه وسلم في يعني
تعريفه للحب وتقديمه يمازحهن، وكان يسابقهن صلى الله عليه وسلم، وكان حتى إذا دعي إلى طعام أحب أن يذهبن معه. فكل هذا يبين لك حقيقة الحب، ليس مجرد كلام أو ادعاء. الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستشعرون منه هذا الأمر. يقول ابن مسعود مثلا: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد ويدي في يده، وكم مرة ضرب صلى الله عليه وسلم على كتف أحدهم وعلى صدر آخر وأردف أحدهم في الملاطفة. في الملاطفة والمداعبة، يعني لما سمع أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عن شجارا بين عائشة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كشجار الأزواج، فدخل أبو بكر مغضبا على ابنته عائشة رضي الله تعالى عنها يريد أن يزجرها، فإذا بها تختبئ خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحتمي به بعد أن كان الأمر بينها وبينه، كان طرفا في المنى. ثم رجع أبو بكر مرة وقد ووجدهما يتلاطفان فيما بينهما في الحديث، فقال رضي الله تعالى عنها: ادخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الشيخ كلمة: كان رأيت كيف حميتك منه، أو شيء من هذا القبيل، منعتك من الرجل. نعم شيخ محمد، الرجل تتجلى في بيته، في بيته يظهر إذا كان غضوباً أو كان لطيفاً أو كان سمحاً أو كان بخيلاً أو كان أخلاقه الحقيقية، يعني أمام الناس وفي الخارج قد يصطنع المرء ويجامل هذا ويداهن هذا لمصلحته، لكن بين أهله وأولاده يظهر خلقه. لذلك لما جاءت الشهادة بخلقه جاءت من أقرب الناس إلى عائشة: قد كان خلقه القرآن. القرآن صحيح. وتتعجب أن يعني السورة التي ذكرت فيها الأخلاق وركزت على قضية الأخلاق والآداب سميت باسم بيوت النبي سورة الحجرات. نعم. الحجرات هي بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء فيها من بيان الأخلاق وإرشادات الأخلاق والآداب وترتيب أمور الناس اجتماعيا، ولا يسخر قوم من قوم، كأن يعني دليلنا بيوت النبي خالية من هذه الأمراض كلها، لا فيها غيبة ولا فيها سخرية ولا فيها يعني شحناء ولا فيها استماع للإشاعات ولا فيها كبر ولا فيها، بل هنا تتجلى أخلاق الإسلام في هذه الحجرة. سبحان الله. فإذا أردت تنظر إلى أخلاق الإسلام فاقرأ سورة الحجرات. هذه بيوت بيت النبي، هذه أخلاقه وأخلاق أهله. ومما نرى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن زوج ابنته لم يغفل عنها، ما قال خلاص أنا ما لي علاقة فيها، فأتى كان يأتيها بين الفترة والأخرى لها ولابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فيطرق عليهما الباب ويقول لهما، يذكرهما: ألا تصليان؟ ألا تصليان؟ وهذا أمر أحيانا يغفل عنه بعض الآباء، لما الأب لما الابن ويجلس بينهما. نعم. لما الابن أو الأب لما الابن أو البنت تتزوج وتذهب، خلاص ذهب في حال سبيله وأنا انقطع. أي نعم، ربما ينقطع الحبل كما حصل في 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 الدول الغربية عياذا بالله. لكن النبي عليه الصلاة والسلام هنا لم يغفل ولم يهمل بنته. وهو سبحان الله الجانب الاجتماعي في الحقيقة على ما يكون في التزامات، وجاءت الشريعة لتضبطه، وفي الحقيقة يسبب سعادة للناس. صحيح. فبعض الناس ربما يرى هذا جانب تكليف، ولكن في الحقيقة هذه أسباب سعادة. يعني برك بوالديك هو سبب لسعادتك، إحسانك لزوجك. صحيح. هو سبب، لأن الحياة في الأخير فيها حقوق وواجبات. نعم. فهذه الواجبات هي من أسباب السعادة، ليست هي من التكاليف الشاقة، ليست هي من الأمور التي يعني تعتبر فيها كلفة، إنما أنت تجني عواقبها وثمارها في الدنيا. من أجمل المواقف، عليه الصلاة والسلام كان ذلك اليوم يوم عائشة صلى الله عليه وسلم، ورايح لها وقاعد. فعائشة لما يكون يومها ما تحب حد إيش يضايقها ويلعوزها أو يدخل عليها، فدخلت عليها أم المؤمنين سودة، هذه أكبر زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه أصغر زوجاته، دخلت سودة تريد موضوع عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فأجلس تلك على يمينه وهذه على يساره، قاعدين وهو في النص ملك عليه الصلاة والسلام. فعائشة قامت فأتت بحريرة، حريرة طعام أقرب ما يكون إلى عصر الحالي صالونة، زادت إلى حريرة، فقالت لأم المؤمنين سودة: كلي كذي، ويعني بالطريقة فيها نوع من كلي. فقالت: لا شبعانة يعني أنا ما أريد. قالت: كلي. ما أبي يعني بب هذا، وأم المؤمنين سودة مرأة كبيرة في السن. قالت: كلي. ما أراد. قالت: كلي وإلا وضعتها في وجهك كذي يعني. والرسول صلى الله عليه وسلم قاعد يطالع المشهد.
فراحت وحطت يدها في الصالونة في الحريرة وعلى وجه من سودة سودة رضي الله عنها. فأم المؤمنين سودة امرأة كبيرة في السن وعاقلة وهي في سن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، فنظرت إلى الرسول. لا بل أكبر. إيه فنظرت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يا رسول الله يعني شو أسوي؟ فعليه الصلاة والسلام أشار عليها افعلي بها كما فعلت بك. وكانت سودة يعني امرأة جسيمة جسيمة يعني ها، وأم المؤمنين عائشة يعني طويلة لكن نحيفة. إيه فأم المؤمنين سودة أخذت هذا على وجه من على وجه أم المؤمنين عائشة، والرسول صلى الله عليه وسلم في منتهى إيش السعادة والسرور ضحك ووناس. لذلك تقول أم المؤمنين عائشة كان في بيته ضحاكا بساما. جزاك الله خير يا شيخ خالد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتأسين والمقتفين هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ونشهده سبحانه وتعالى أننا نحبه ونحب آل بيته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. نلتقي معكم إن شاء الله في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.